حسن كنبغي نعطي واحد التحيه كبيره للمتتبعين ديالي في المكان وكنبغي نشكرهم هما من القلب. اليوم فرحانه بزاف بالوجود ديال بزاف ديال الناس معايا هذا النهار هذا، وفرحت الفرحه ديالي قداش فرحتي لا توصف. بعد النهار هذا ولي تبارك الله كما كتشوفوا معايا مزينه، انا خالتي زهر تبارك الله عليها اللي اللباس ديالها دائما متالقين حنا به. طبعا كنشكرها بزاف، كنشكر اختي الاسم ديالك صفاء، تنسالي الاسم ديالها صفاء تبارك الله عليها، كذلك من ناحيه التصوير مونتاج داكشي تبارك الله عليك حبيبه ديالي، وحسن لي الشرف انك حضرتي معايا ومرحبا والف مرحبا والله العظيم، مرحبا بخالتي زهر والناس ديالها، مرحبا بهم الف مرحبا، مرحبا بالعائله ديالي والصحاب وكلشي والجيران كاع اللي فرحان معايا كنرحب بهم من القلب. سياسيين فدار شنو كتقول لك الكلمه اخي حسن؟ السلام عليكم متابعينا الاوفياء، كما كتشوفوا هذا نهار كبير عندنا والله القسم بالوجود ديال العائله ديالنا والحباب ديالنا والاخوان والاخوات من المتتبعين وجميع المغاربه كاملين والله القسم، يعني نهار لا يوصف، واحد الفرحه ليا كبيره والله القسم اللي ربي اللي عين بيا، وهذا النهار ما عمرو غادي تنسى. واليوم كما كتشوفوا معنا ان شاء الله يا ربي الحنه ديال ولي ريان، وكنشكر جميع الناس اللي معنا وجميع الحضور وجميع الاخوان، وكنحيي واحد الشكر كثير لخاتي زهر صراحه اللي كتمسكين يعني وقفه معنا في الخفاء والله القسم، كنوجه لها واحد التحيه، وكنشكر اختي صفاء المصوره ديالنا تبارك الله عليها، واحد الانسانه ما شاء الله من اطيب خلق الله والله القسم، تحيه للزوج ديالها انسان محترم ومتواضع، مسكين هو عطاني الوقت وشحال هضرت انا وياه، وما شاء الله اللي غادي يخدموا لينا في العرس شي حاجه اللي غادي تكون طوب شي حاجه للمتتبعين. كلشي درنا على قبلكم باش اننا نعطيكم واحد الصوره تكون زوينه، واحد الصوره تكون نقيه، ونكبروا بالمغرب ديالنا ونكبروا بالمغاربه ديالنا وبالجاليه المغربيه ديالنا اللي كتابعنا على الديار الاوروبيه، وتحيه لكم كبيره اخوتي المغاربه، وهادشي دائما كنديروا على ودكم انتم باش انكم تكونوا راضيين علينا، والحمد لله راه كاين واحد الاقبال بالنسبه للمتتبعين ديالنا دائما كيشجعونا، وحنا المتتبعين ما كاين غير المزيد من المزيد، وشكرا لكم بزاف. عطانا الله خديجه الصوصار باش نبداو ان شاء الله.
I'm gonna take you home.